السلام عليكم. خلال أيام هيصدق مجلس النواب المصري على قانون التصالح الجديد. الحقيقة أنه القانون ده هيلغي تقريبا كل اللي كان متعلق بالقانون القديم اللي هو رقمه 17 لسنة 2019. هو هيحصل تعديل بشكل جذري في القانون القديم. التعديلات دي هتتيح وهتسهل شوية على المواطنين يعني الدخول في إنجاز إجراءات التصالح اللي كانت معرقلة بشكل كبير جدا، واللي يمكن لما تقدم 2.9 من 10 مليون أو كان فيه ما يجوز لهم التصالح حوالي 2.9 مليون حالة تقدم منهم وأنجز إجراءاته حوالي 300 ألف حالة فقط نتيجة لصعوبة باقي الإجراءات. الحقيقة النهاردة معانا كلام كتير حول هذا الموضوع لأنه موضوع في منتهى الأهمية، والنهاردة كمان الموضوع له أبعاد أخرى لأنه حصل أشياء كتير جدا فيما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية من وقتها للنهاردة، ويمكن ده النهاردة عامل كبير وعامل أساسي وعامل مهم جدا فيما يتعلق بالفساد اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في موضوع الجمعيات الزراعية. لكن عايز اقول لحضراتكم ان انا معايا قضية اخرى بعرضها على المسؤولين في الدولة، ويعتبر نصيحة انا شفتها ويمكن حابب اعرضها عليهم واكد ان ده موضوع بيهدر ملايين على الدولة. ايه هو الموضوع ده؟ انا بتكلم النهاردة على البطاقة الصحية اللي بيتقدم بها الطفل الصغير اللي رايح المدرسة. المفروض ان الطفل ده لما بيتقدم بالبطاقة الصحية بيعمل عليها يعني كم من الطوابع بيعادل قيمته حوالي 80 جنيه. الحن ممكن والمفاجأة لحضراتكم ان ممكن الطوابع دي تكون مزورة. هتقولي ازاي؟ هقولك انا معايا هنا مثلا لو امامي دي نوع من البطايق اسمها البطاقة الصحية زي ما حضراتكم شايفينها، بيتعمل عليها هنا طوابع، الطوابع دي بتبقى موجودة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. الطوابع دي المفروض انها يمكن تقليدها بسهولة جدا ويمكن تزويرها بشكل سهل جدا، يعني المفروض ان انا هزور ال 80 جنيه دول او ال 85 جنيه دول عشان احطهم في جيب الموظف اللي زورهم كلهم على بعض كده الواحدة بجنيه. فانت لما تزور دول لو 5 او 8 او 10 انت المفروض هتدفع 80 جنيه في حاجات تمنها 5 جنيه او 8 جنيه. شايف الوضع؟ يعني مثلا امامي هنا طوابع اخرى، هل الشكل ده هو الشكل ده؟ انا الحقيقة تقدمت او رحت بنفسي لمكتب البريد عشان اسأل اقارن من ده وده، واضح انه مكتب البريد ما كانش حابب يعطيني اجابة واضحة، ولكن من كذا مصدر عرفت ان الشكل ده من الطوابع بيكون طوابع مزورة والشكل ده بيكون طوابع حقيقية. حتى لما البريد كلمته قال لي ان دي حقيقية او دي مش مزورة، لكن دي ما ادانيش فيها رد، ما قاليش هي مزورة ولا غير مزورة. فانا بعرض الموضوع ده على المسؤولين. هتقولي طبعا انت بتتكلم على المدرسة، ما المدرسة هتشوف الطوابع لو مزورة هيتكلموا عليها. اقولك ان ممكن المدرسة تاخد الصورة مش الاصل بس، وبالتالي مفيش كشف لكم الطوابع انها مزورة ولا غير مزورة، بل ممكن بعض اولياء الامور يغيروا الكفر او ينسخوا الكفر ده اللي هو مزور او غير مزور ويعملوا بيه اكتر من نسخة، وبالتالي هو مش محتاج يعمل طوابع. يعني ممكن يجيب الواجهة اللي كاتب فيها اسم الطفل مع صورة من طوابع اخرى ويشبكهم الاتنين مع بعض ويقدمهم كصورة للمدرسة. شوف كم الاموال المهدرة على الدولة من هذا النوع من الطوابع. طوابع بتتعمل في مكان خاص بها في المستشفيات وغير خاضعة للبريد. معرفش هم استبعدوها من البريد ليه، وهل لو رجعت للبريد هل هيكون هناك شبه التزوير ولا لا. الحقيقة ان انا شايف ان الموضوع ده محتاج بحث ومحتاج يعني ارادة قوية من الدولة. لو حضراتكم شايفين وفحصتوا وتأكدتوا من المعلومة اللي انا بقولها اتمنى انكم توقفوا هذا الامر، لانه امر خطير جدا وزي ما بقولك اهدار ملايين ممكن كمان مليارات. بدل ما الفلوس تروح في جيب الدولة هي بتروح في جيب واحد المفروض انه بيزور مثل هذه الطوابع. لو عايزين قيمتها خدوها نقدية، خدوها ودوها البريد، المهم انكم تتفادوا هذا الامر. وده بعتبره امام حضراتكم كمشاهدين وامام المسؤول اللي بيشوفني، ده يعتبر بلاغ امامك حضرتك. تابع وشوف الامر وتأكد من كلامي. لو عايز تشوف اللي معايا ده تعالى شوفه او ابعته لك. نكمل بقى موضوعنا عن التصالح، الامر الهام جدا. تخيل حضرتك ان انا النهارده في تعديلات حوالي 15 بند في تعديلات القانون اللي اقرها مجلس الشيوخ وبتعرض الان او هتعرض خلال الفتره القادمه على مجلس النواب. عايز اقول لحضرتك انه في الفتره من 2011 حتى الان بحسب كلام رئيس الوزراء المصري، مش حتى الان انا بتكلم على حتى فتره قليله ماضيه، تم البناء على 90,000 فدان. يعني اتشال من الرقعه الزراعيه 90,000 فدان في 10 سنين. ده بسبب التعديات على الارض الزراعيه. وهنا التصالح معناه ان انت كمواطن بنيت على الارض الزراعيه بيحق لك انك تدخل فيما يسمى بالتصالح، يعني هتدفع مقابل مادي نتيجه لبنائك على الارض الزراعيه. الفلوس اللي انت هتدفعها هتروح مقسمه كالتالي، يعني امامي مثلا 25%
لصندوق الإسكان الاجتماعي، 39% لمشروعات البنية التحتية زي الصرف الصحي وغيره، عندك 3% للعاملين على تطبيق القانون. المهم انه كان هناك عراقيل في تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، وعايز اقول لحضراتكم انه الموضوع ده هناك عرقلة كبيرة جدا، او هناك صعوبة في تنفيذ بعض القرارات. يعني القانون لما صدر اللي هو كان رقمه 17 ده، المفروض انه تم، يعني ناس كانت المفروض ان بتبني او بنت على الارض زراعية ما قدرتش تتصالح، ناس تجاوزت الكم المرتفع او الارتفاعات من المباني ما قدرتش تتصالح، ناس تجاوزت خط التنظيم ما قدرتش تتصالح. النهاردة القانون الجديد بيتجاوز كل ده، بيسمح ليك كمواطن داخل الرقعة الزراعية او داخل الحيز الخاص بالقرية في الاغلب، انك لو مساحتك من الارض اللي انت بنيت عليها اقل من 200 متر وارتفاعك في الادوار لا يتجاوز ارضي وثلاث ادوار، فانت مفيش لجنة هتجيلك تعاين المكان، وبالتالي موضوع اللجان مش هيكون بالنسبة لك شيء صعب، يعني اجراءات اسهل. رقم اتنين، انت تجاوزت خط يعني التنظيم برضو مفيش مشكلة بالنسبة لك، هتتصالح ايضا خلال القانون الجديد. عندك كمان بالنسبة للمدن اللي تجاوز خطوط ارتفاع ما يتعلق بالطيران المدني مثلا، ده هيقدر يتصالح ايضا لارتفاعاته، وبتكلم على كمان ما يتعلق بحتى الموضوع الخاص بالمنشآت والسلامة الدفاعية للدولة، يعني اللي بنى مرتفعات وشافت او طلت على مطارات او اماكن عسكرية كانت شوية قريبة منها، ده برضو هيقدر يتصالح، ولكن ايضا الموضوع بيتعلق بشروط مختلفة. فعايز اقول لحضرتك انه النهاردة خلال الفترة الماضية، طيب احنا بنتكلم على دخول التصالح مش توقف على الفترة الماضية، ده النهاردة فضل التصالح مسموح لكل الناس اللي تجاوزت لغاية 30 الشهر اللي قبل الماضي، يعني 30 سبتمبر. وبالتالي ليه انا بقول كده؟ لان بدأ في الارياف برضو ناس معلش تدن على الودان وتضحك وتقول له يوم الجمعة زي ما حضرتك فاهم، حط عمودين وقانون التصالح جاي. واخد حاجة قصدي؟ فلازم يبقى الناس عارفة ان في تصوير جوي حصل وقف 30/9 مطلع كل شبر في مصر. دلوقتي في ناس ممكن بتحاول كل ما قبل 30/9 22 ده ايه، واللي بعد 30/9 ايه؟ ما هو اللي قبل 30/9 22 ممكن التصوير الجوي ده التصوير الجوي اللي موجود فهيقدم في التصالح. في دلوقتي ناس بتحاول تبني على اساس تستفيد من قانون التصالح. يعني القانون ده اخره 30/9/22 ده للتصوير الجوي. فضل الناس دي الاحق انها تتصالح خلال الفترة الماضية. طيب ده معنى ايه؟ ده معنى ان تم بناء كم كبير من الاراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، خلال كل يوم جمعة كان بيحصل، وخلال الفترات في السنين الماضية، يمكن اخر سنة، يمكن خلال الفترة اللي قبل 11 نوفمبر حصل بناء على الاراضي الزراعية. وهنا احنا بنتكلم على ما يسمى بالتصوير الجوي. التصوير الجوي هيسمح لكل اللي خالف قبل 30 سبتمبر الماضي بانه يدخل التصالح، هيدفع حوالي مقدم التصالح او رسم التصالح 5000 جنيه، وبعدين يدفع مقدم 25% من المبلغ اللي هيتصالح به، اللي هو بيحدد بقيمة المتر اللي سعره من 50 جنيه لحوالي 2500 جنيه للمتر الواحد. فالنهاردة ده كله هيقدر يدخل في التصالح، ولكن هناك منع البناء على الاراضي الزراعية. واللي انا شايفه هنا انه ممكن الناس اللي قامت بالبناء على الاراضي الزراعية تدخل في هذا التصالح، غريبة جدا. اللي انا شايفه انه القانون بيغلظ عقوبات على البناء على الاراضي الزراعية، يعني القانون الاخير اللي بيغلظ عقوبات الاراضي الزراعية بيقول لك حبس من 2 لـ5 سنين وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد عن 5,000,000 جنيه، ده بالنسبة للشخص اللي قام بالبناء. اما الشخص المقاول او المشرف فالمفروض ان غرامته من حوالي حبس لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 3,000,000 جنيه. اللي حصل زي ما بقولك انه الفترة الماضية كان الكل بيتهافت على انه ينضم لهذا القانون من التصالح، والاجراءات اللي ما نفذتش او ما تمش تنفيذها وعرقلة القانون الاولاني سمحت بمزيد من التجاوز خلال الفترة الماضية، بل سمحت بمزيد من التلاعب في دخول وقبول كم من الرشاوي غير متصور. لما يدخل كم كبير من الناس في التصالح خلال الفترة الماضية بدفع مبالغ مالية طائلة، المبالغ دي كانت بتروح للمسؤولين عن هذا الموضوع في القطاع الزراعي بشكل اكبر، وانا هنا بتكلم على مديري الجمعيات الزراعية تحديدا ومديري الادارات الزراعية
المشرفين عليهم. القطاع ده كان كل تصالح وكل اجراء بيحصل عليه او بيقوم به المواطن عشان يتجه بيه انه حتى لو خالف وقام بالبناء على اراضي زراعية يتم التغاضي عنه او يتم دخوله للمصالحة، لازم كان بيدفع مقابل لرئيس الجمعية الزراعية ومدير الادارة الزراعية المشرف عليه. عايز اقول لحضرتك الاغرب من ده، انت ممكن تقولي طيب والمحليات، ما رئيس الوحدة المحلية هيكون مشارك ايضا في هذا الموضوع. انا ما اقدرش افيدك في المعلومة دي، ولكن اللي انا متأكد منه ان مدير الجمعية الزراعية هو بالاساس المشرف على دخول الارض الزراعية في التصالح بشكل غير رسمي او بشكل فيه نوع من التلاعب. خلينا اقول لحضرتك واقعة حصلت يوم 17/10 الماضي عشان اوضح هنا الموضوع. في مواطن دخل في مدينة بنها، تجاوز وتخطى او بنى على الارض الزراعية. المهم جه رئيس الوحدة المحلية في بلد اسمها كفر الجزار وقام رايح يعني شلوا المبنى اللي قام ببنائه على الارض الزراعية. المواطن رفع قضية على رئيس الوحدة المحلية. تخيل حضرتك ان المواطن كسب القضية. القاضي الخاص بالمحكمة الإدارية العليا اسمه المستشار ماهر أبو العنين سمح أو برأ المواطن وأدان رئيس الوحدة المحلية لقرية اسمها كفر الجزار. قال لك أنت مش اختصاصك كرئيس وحدة محلية أن أنت تقوم بهدم مخالفة على أرض زراعية، ده بيتعلق برئيس الجمعية الزراعية وزير الزراعة ومن ينوب عنه. خيل حضرتك يعني الموضوع بحسب كلام القاضي بيخضع لقانون الزراعة اللي هو رقم 53 لسنة 66 وتعديلاته، ولا يخضع لقانون البناء لرقم 119 لسنة 2008. ولما وضع القانونين أمامه وعمل يعني حيثيات قراره قال إنه هو بنى على أرض زراعية، وبالتالي ما ينفعش نطبق عليه قانون يتعارض في بنوده مع قانون آخر. يعني الاثنين القانون بتاع 66 وسنة 2008 الخاص به البناء، القانون ده تبع المحليات وقانون رقم 53 ل 66 تبع الزراعة، فالقانونين مش identical يعني مش متطابقين، فانت هنا هتضرب القانونين في بعض وبالتالي هيحصل تضارب واختلاف في الحكم بين القانونين. فقال لك من يحق له إزالة التعدي هو رئيس الجمعية الزراعية. عشان كده انا بقول لك الموضوع بيكون بشكل اكبر مع مدير الجمعية الزراعية اللي في الحيز او النطاق الجغرافي اللي في المواطن. فانا بشوف هنا انه اللجان الدولة المصرية تتحرك في هذا الشأن، وانا بقترح ايضا ضمن مقترحات هذه الحلقة ان احنا نستبدل، يعني انا بتكلم هنا على رئيس جمعية زراعية مسؤول عن الاف الافدنة في نطاق جغرافي معين، فانا النهاردة ادين هذا الشخص او ثبت انه حصل على رشوة من مواطن مقابل التغاضي عنه لبناء الارض الزراعية، وقام التصوير الجوي بتصوير ده وثبتها. المفروض ان انا عندي مثلا ما يسمى كده بخريج البرنامج الرئاسي، ليه ما دخلش الناس دي تكون موجودة في هذه القطاعات وتشرف عليها وتديرها؟ ليه ما يكونوش موجودين عندي في الوحدات المحلية رئيس وحدة محلية او رئيس هذه الاماكن؟ ممكن بعض يقول انا ليه هنزل، يعني انا خريج برنامج رئاسي انزل ليه في تدني لهذا المستوى ان كان شايفه بهذا التدني؟ لكن اقول لحضرتك هو مش متدني ولا حاجة، انا بتكلم على مكان بيمس مصلحة المواطن. يحصل هذا الشخص ان كان هيجي هنا على مقابل مادي جيد يليق به، ولكن يكون امين على مكان معرض جدا لفكرة انه يحصل فيه الموظف على رشوة لو كان ضعيف امام هذا النوع من الاموال. خلينا اقول لحضرتك ان ده اقتراح، انا بتكلم على خريج برنامج رئاسي لازم يكونوا متواجدين في المصالح الحكومية اللي المفروض انها بتتعلق بالمواطن لغاية ما نشوف الموضوع هيكمل لغاية فين، لان الموضوع اللي امامي والناس التعليقات اللي بتتبعت لي بتتكلم على هذا النوع من التصالح دخلت فيه ايضا كم من الاموال اللي كان ثابت فيها ان البعض حصل على ايضا رشاوي زي ما قلنا قبل كده في مخالفات البناء وتسهيل اجراءات دخول بعض المواطنين للبناء على الاراضي الزراعية. وده زي بقول كده واقتراح تاني ايضا المسؤولين، احنا نعمل لجان تصوير جوي هات سيادية تقعد تشوف كل قرية، كل قرية تدرس، تمسك محافظة كده لو فيها 200 قرية 300 قرية امسك للمحافظة دي شهر فتش للقرى اللي فيها بتصوير جوي وشوف دور رئيس المكان رئيس الجمعية الزراعية مدير الادارة الزراعية في هذا المكان والوحدات المحلية في هذا المكان، هل هم كانوا حاسمين وبيبلغوا عن المخالفة ولا كانوا متقاعسين وبالتالي كانوا بيغضوا الطرف؟ ومعنى غض الطرف حضرتك ان انت اكيد مش هتغض طرفك غير لما تكون في مقابل من السكوت على هذه المخالفة. اللي انا عايز اقوله هنا ان الموضوع خلاص انتهى، ولكن اللي حصل خلال الفترة الماضية كم من التعديات على الاراضي الزراعية بقول كبير جدا،
وغير كده كم من الرشاوي اكبر واكبر. احنا بنتكلم هنا على دولة داخل الدولة وعلى مال موازي بيدفع للناس عشان تسهل اجراءات ناس اخرى. ممكن المواطن بيدفع الفلوس دي يكون غصب عنه لانه ما يقدرش يعمل، ما هوش فاهم الشكل او التصور العام، ممكن شايف انه ما يقدرش يتصالح، ما يقدرش يبني الحتة دي غير لما يدفع الفلوس للشخص ده عشان يمنع عنه الضرر او يمنع عنه ازالة المبنى الخاص بيه. ان شاء الله زي ما بقول كده خلال الايام القادمه هنجد مجلس النواب يصدق على القانون، وبالتالي الناس هيكون اسهلها اجراءات التصالح في ما تم خلال الفتره الماضيه. اجراءات التصالح هتتم في خلال 3 شهور من القرار، هتكون بتتصالح خلال فتره. لو عملت تظلم لازم يترد عليه في خلال فتره حوالي 60 يوم، ولو ما تردش على التظلم بتاعك فانت يعتبر تظلمك مقبول، لانه عدم الرد اجراء عقابي هو انه يتم قبول تظلم المواطن. رقم 3، انت لو بتتصالح فتم اجراء يعني تقسيط المبلغ على 5 سنين، ولكن منهم 3 سنين بدون فايده وسنتين بعدهم بفايده 7%. الكلام على جعل ال5 سنين كلهم بدون فايده، لسه ما وصلناش لمعلومه في هذا الجزء، ولكن اللي عندي دلوقتي انهم ال3 سنين الاولى بدون فايده وال5 سنين المفروض انهم يعني هيكون السنتين 7% فايدة. اما لو دفعت الفلوس كلها كاش مرة واحدة فمفيش فايدة، وبالتالي في خصم كمان 25% من المبلغ كله. اتمنى ان شاء الله ربنا يوفق مصر ويحفظها. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.